وسط أجواء احتفالية حاشدة، تجمع مئات المؤمنين في كنيسة الراعي الصالح بسيدة السلام طريق المطار للاحتفال بالأسقف المساعد المطران جمال خضر الذي وصل الأردن لاستلام مهامه الأسقفية كنائب بطريركي جديد للبطريركية اللاتينية في الأردن. وخلال القداس الحبري الأول الذي ترأسه المطران جمال خضر في ذات الكنيسة من بعد سيامته الأسقفية في مدينة بيت لحم، ألقى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني كلمة استهلها بنقل تحيات الملك للمطران خضر. وعبر العيسوي عن اعتزاز جلالته بجميع الحضور، مقدما التهنئة للمطران خضر لمناسبة تنصيبه مطرانا ونائبا بطريركيا للاتين في الأردن، متمنيا له ولمن يخدمون معه التوفيق في خدمة الكنيسة والوطن. وقال: يسعدني ويشرفني حضوري معكم هذا اليوم مندوبا عن مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. في حفل تنصيم البطران والنائب البطريركي اللاتين في الأردن، ويشرفني أن أنقل لكم تحيات مولاي صاحب الجلالة حفظه الله واعتزازه بكم جميعا. وأبارك لسيادة المطران جمال خضر تنصيبكم مطرانا ونائبا بطريركا للاتين في الأردن، متمنيا لكم ولمن يخدمون معكم التوفيق في خدمة رعيتكم ووطنكم الأردن. وأحب أن أؤكد هنا على ما نسمعه دائما من توصيات جلالة الملك المعظم بخصوص أهمية الحفاظ على وحدة الكنائس وتعاونها مع بعضها البعض في مواجهة التحديات، وكذلك أهمية تواصل وتكاتف الكنائس مع أوقاف القدس الإسلامية من أجل المحافظة على وصايا وعهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي حفظت السلام والعيش الإسلامي المسيحي في أرضنا المقدسة منذ 1400 عام. وبحمد لله نفتخر في الأردن أن الملوك الهاشميين قد جعلوا من وطننا الحبيب نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على النسيج الاجتماعي الإسلامي والمسيحي المشترك فيما يعزز أواصر المودة ومعاني المواطنة الصالحة، حتى أصبح القاسي والداني يشيد بإسهامات المسيحيين في الأردن في كل المجالات، مما جعل المملكة الأردنية الهاشمية باستبرار ملاذاً آمناً وملجأ لمسيحي الشرق الذين جارت عليهم الظروف الصعبة في وقت الحروب والشدائد. وفي الختام أدعو الله عز وجل أن يبقى الأردن واحة أمن وأمان وسلام في ظل مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. وخلال الاحتفال رحب الأب حنك الداني بمندوب جلالة الملك وبغبطة البطريرك بيتسابيلا وأصحاب السيادة المطارنة والأباء الكهنة والراهبات والحضور الكريم من النواب والشخصيات الرسمية والمؤمنين، رافعا الصلاة لكي يهب الرب النعمة والحكمة للأسقف جمال خضر في رسالته الجديدة ومسؤولياته الروحية والكنسية والرعوية. ونحن جميعا هنا نبادلكم الحب فليشهد سوسن وزيتون، ونحن بكم فرحون ومعكم ماضون، وبنعمة الله وبركته نلتف حولكم كالسوار حول المعصم وكالرسل والشعب حول المسيح على نهر الأردن، ومثل الاثني عشر حول المسيح في عشائه المقدس. أكرر وأؤكد الترحيب والفرح بكم بكلمات نشمية أردنية هي كر العلامات، وقد صفت كلماتها صفا كفسيفساء مادبة زغريتا فرح وحبور، معبرة بكل بساطة وصدق عن مشاعرنا جميعا فكتبت: ومن أرض القداسة مهد المسيح ودرب الألام وفرح القيامة تتصاعد الصلوات والتضرعات والتبريكات لتتعانق مع صلوات المؤمنين في أرض المعمدان ونهر الأردن
في جبل نيبو وتلمار الياس من ناصرة البشارة تتصاعد نسمات البشرى السارة وتتلاقى مع ترنيم السلام الملائكي في لورد ناعور وسيدة الجبل في عنجرة الأردنية. تقول كارول وهو صوتكم جميعا: نصلي من أجل أن يهبه الله القدير النعمة والحكمة في رسالته الجديدة ومسؤولياته الجسام الروحية والكنسية والرعوية. نصلي من أجله كي يكون دوما تحت رعاية الأم البتول أم الكهنة فتغدو ملجأه الأمين في خضم هذه الحياة، ولا سيما وقد نال الرسام المقدسة في شهرها المريمي المكرم. دمتم وبوركتم وعفيتم ولسنين عديدة، وبارك يا سيد. وبعد تلاوة الإنجيل المقدس تحدث النائب البطريرك المطران جمال خضر دعيبس وخاطب الحضور معبراً عن قدسية الحدث وخصوصيته بالنسبة له، مشيراً إلى أن كنيسة الأردن هي كنيسته ويخدمها بكل فرح وسرور، داعياً سيادته المؤمنين إلى الصلاة من أجله ومن أجل رسالته في خدمة الرعية. لنتابع المسيرة هنا في هذا الجزء من البطريركية في المملكة الأردنية الهاشمية، نتابع المسيرة التي بدأها أساقفة ونواب بطريركيون سبقونا واستمرار لهذه الرسالة. شكراً سيدنا ويليام على حضورك وعلى عملك. ولنجعل مجد الله وخلاص النفوس نصب أعيننا. إخوة المؤمنين عادة تطلبون الصلاة من الكهنة ومن أسقفكم، اليوم أنا أطلب صلاتكم من أجلي للقيام بهذه الرسالة التي أوكلها الله إلي، ولكي نسير معا لما فيه خير الكنيسة والوطن. أذكركم جميعا أنكم مواطنون أصيلون في هذا البلد العزيز، يجمعنا الوطن الواحد والعلم الواحد والقيادة الهاشمية الواحدة. مع هذه البداية الجديدة للرسالة التي أوكلتها إلي الكنيسة، فأني أتوجه إلى الله طالباً نعمته وعونه، لأنه بدونه لا نستطيع أن نعمل شيئاً، ولأن به يبدأ كل عمل صالح وفي يده حياتنا، فكل شيء منه وبه وإليه له المجد أبد الدهور. شكر لجميع الحاضرين هنا، شكر لمجموعة الكشاف، شكراً لفرقة الطلع العلي للترتيل الرائعين في أصواتكم، شكراً لكل من ساهم، الشمامسة اعذروني إذا نسيت أحداً، لكن شكراً لكم جميعاً. واسمحوا لي أن أختم بكلمات القديس بولس: فليعدنا الناس خدماً للمسيح ووكلاء أسرار الله، وما يطلب آخر الأمر من الوكلاء أن يكون كل منهم أميناً. أما أنا فأقل ما عندي أن تدينوني أو أن تدينني محكمة بشرية، وأنا لا أدين نفسي، فديني هو الرب. أمين. وفي ختام القداس الذي أحيته جوقة قلب يسوع الأقدس بقيادة المرنم فارس عباسي والفرق الكشفية والشبيبة، وشارك به السادة الأساقفة والآباء الكهنة ممثلو الكنائس المسيحية في المملكة ووزيرة الثقافة هيفاء النجار وعدد من النواب والشخصيات الرسمية والدينية والدبلوماسية والرهبان والراهبات وجموع غفيرة من مختلف الرعايا. تقبل المطران خضر التهاني من الحضور، كما قدم المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس هدية تذكارية تمثل أيقونة العذراء.
وكان موكب المطران جمال خضر قد وصل إلى دار النيابة البطريركية في عمان قادما من القدس، رافقه الرئيس الأعلى لجمعية فرسان القبر المقدس الكاردينال فرناندو فيلوني وغبطة بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بتسابيلا. ولدى وصوله إلى جسر الملك حسين كان باستقباله عدد من كهنة البطريركية اللاتينية، لينطلق من بعدها الموكب إلى كنيسة العذراء الناصرية في الصويفية، حيث جرى له استقبال حاشد من قبل أبناء الرعية اللاتينية. على صعيد متصل، ترأس سيادة المطران جمال خضر قداساً احتفالياً في كنيسة العذراء الناصرية في الصويفية، وذلك بمناسبة تعيينه نائباً بطريركياً لكنيسة اللاتين في الأردن. حضر القداس عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وجمع كبير من أبناء الرعية. وبعد أن رحب الأب أنطون هريمات راعي الكنيسة بالحضور، خاطب سيادته قائلاً: لقد اختارك الرب سيادة المطران منذ ولادتك لتقود كنيسة المسيح وتكمل مسيرته ودعوته لنا في الخدمة والحب والعطاء، وقد تم اختياركم لتكملوا نفس المسيرة، مسيرة الحب والعطاء، مسيرة الخدمة وبذل الذات. تم اختياركم لمنصب أسمى وأعلى لتقود كنيسة المسيح للمسيح بصلاتكم وحكمتكم وإصغائكم لجميع أطراف القطيع البعيد قبل القريب. ولأنكم على مستوى ارتفاع هذا الصليب، فقد اختاركم الله من علو، فقبل أن يحبل بك في البطن يقول الكتاب المقدس: عرفتك، أحببتك، واخترتك لتكون القدوة والمثال الأعلى والأسقف والكاهن والأخ والصديق والرفيق لكل تائه في الطريق. هنيئاً لكم سيدي، وصلاتنا تصحبكم، فالصليب هدية المسيح لكل تلميذ حقيقي تنتظركم بعبئه وحجمه وثقله الجديد، وحال صوت الفادي يقول لكم: يا بني، أتحبني أكثر من هؤلاء الرعاة خرافي؟ وفي عظة القداس ركز المطران جمال على المحبة التي أوصانا بها السيد المسيح، مشيراً إلى أن المحبة ليست فردية، إنما تقود أيضاً إلى محبة الآخرين من غير مقابل. وفي الختام شكر الأب هريمات المطران دعيبس على ترأسه للقداس، طالباً من الجميع تقديم التهنئة لسيادته في ساحة الكنيسة. نعمل لما فيه خير الخير هذا الوطن، ولما فيه خير الكنيسة. نطلب من الله أن يقوينا، وخاصة أن يذكرنا أن ما نعمله هو لمجده الأعظم، لمجد الله، ويتمجد الله في أبنائه، يتمجد في الكنيسة الحية، يتمجد في محبتنا واهتمامنا ببعضنا البعض. هذا ما يطلبه الله منا، وهذا ما إن شاء الله سنعمل عليه بالاشتراك مع كافة المؤمنين وخاصة مع كافة الكهنة. على صعيد آخر، أمت قاعة كنيسة العذراء الناصرية في الصويفية وفود يمثلون رؤساء الكنائس في المملكة وشخصيات رسمية وبرلمانية ومجالس الرعاية من كافة مدارس المملكة ومن مختلف المؤسسات الكنسية والرعوية من الشبيبات والكشاف، وذلك لتهنئة المطران جمال خضر دعيبس النائب البطريركي لكنيسة اللاتين في الأردن بمناسبة سيامته أسقفاً مساعداً في البطريركية اللاتينية. وقد أعربت هذه الوفود عن صادق تمنياتها لسيادته بالتوفيق لخدمة الكنيسة والرعية. باسمي وباسم أعضاء الهيئة العامة منبارك للأسقف والنائب البطريركي الجديد في الأردن سيادة المطران جمال خضر دعيبس، بنحكي له ألف مبروك سيدنا، والله يقويك ويكون معك في هاي الخدمة. بنقدم التهاني والتبريكات
لسيادة المطران جمال خضر بمناسبة تعيينه أسقف في عمان في الأردن، ونصلي ونرفع صلاتنا لله الآب باسم ابنه يسوع المسيح وبقوة روح القدوس حتى تكون خدمته كلها مليئة بالبركة والنعم، ونحن نستفيد في المسيرة الروحية اللي ماشيين فيها في رعيتنا وفي أبرشيتنا. نعمة كبيرة لكنيسة الأردن هاي الرسالة الأسقفية اللي شاركنا فيها برضه الأسبوع الماضي، كنا ببيت لحم. الأمانة والشباب بحماسهم وبشعار هاي السنة انهض واشهد، كان لنا دور بالتنظيم بالاستقبال بالقداس الحبري الأول اللي أقامه سيدنا بمركز سيدة السلام. اليوم نرفع التهاني لسيدنا جمال على تعيينه أسقفاً ونائباً بطريركياً للأردن. نحكي لك يا سيدنا ألف ألف مبروك، والله يحميك والله يبارك خدمتك. حبينا اليوم نكون موجودين هون لحتى نبارك لسيادة المطران جمال خضر لتعيينه كمطران للاتين في الأردن، فألف مبروك سيدنا. نقدم التهاني لسيادة المطران جمال دعيبس، ونتمنى أنه خدمته في الأردن تكون خدمة مثمرة تعطي ثمار الروح القدس، ثمار الحكمة وقيادة الكنيسة إلى كل ما فيه خير وكل ما فيه نعمة لحياتنا ولمسيرتنا، وخاصة نحن في مدارسنا بنقدم شركتنا ومن إيدنا حتى نعمل معا يد بيد حتى نخدم كنيستنا ونخدم مجتمعنا ووطننا الأردن. نتمنى لسيدنا التوفيق، ونتمنى له ببركة ربنا القوة والنعمة ومواهب الروح القدس تكون معه، و نشكر كل اللي شاركونا في هاي المناسبة الحلوة إن كان بالقداس الاحتفالي أو بالاستقبال أو اليوم في تقديم التهاني، وشكرا لنورسات اللي رافقتنا في كل هاي الفترة كمان. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام وفرح المسيح.